المساعي الاوروبيه لاحتواء ازمه اللجوء تذهب ادراج الرياح وصار الفشل والانقسام العنوان الابرز لحل تلك الاشكاليه الانسانيه اوروبا الموحده منقسمه بشان اللاجئين لحد ان اعلن وزير الداخليه الالماني دعم فكره خفض مساعدات الاتحاد الاوروبي عن الدول التي تمتنع عن تقاسم عبء استضافه اللاجئين وكانت عدة دول وبخاصة تلك الكائنة شرقي الاتحاد قد رفضت دعوات من ألمانيا والمفوضية الأوروبية حول حصة إلزامية لتقسيم المهاجرين بين دول الاتحاد الثمانية والعشرين فالدول الأعضاء في اتفاقية شنغن ماضية في تصعيد إجراءاتها للتصدي لأفواج اللاجئين من خلال تعزيز المراقبة على الحدود وفرض قوانين جديدة تتضمن عقوبات تشمل الاعتقال والسجن لمن يخترقون السياج الحدودي على الحدود إجراءات جميعها تقيد حرية الحركة التي كفلتها اتفاقية شنغن بين 26 دولة أوروبية في هذه الاثناء جاء اجتماع بروكسل الذي ضم وزراء الداخليه والعدل بالاتحاد الاوروبي مخيبا للامال بعدما فشل في التوصل الى اتفاق بالاجماع على توزيع حصص اللاجئين إخفاق سعى التكتل الأوروبي لإخفائه أو تجميله وذلك بأن قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهرب المهاجرين بداية من أكتوبر القادم في إطار عمليات البحرية في البحر المتوسط خطوة تبتعد عن الواقع الأليم حيث لا توجد مؤشرات على تراجع أزمة اللاجئين بسبب الحروب والبؤس في الشرق الأوسط وإفريقيا فضلا عن أن عمليات من طبيعة عسكرية مثل تلك ستضرب لاجئين أبرياء وليس مهربين فالم مراكب تصل أوروبا بدون مهربين على متنها بالتزامن ترتبط زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى لبنان والأردن بشكل مفاجئ بتداعيات أزمة تدفق اللاجئين لندن تتعاطى مع المشكلة ضمن التنسيق مع دول الجوار السوري التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين وتقوم الجهود البريطانية على محورين العمل على تحسين أوضاع اللاجئين في الدول الجوار لإبقائهم فيها وكذلك الحد من عمليات التهريب من جهة ثانية حلول كاميرون وصفت بأنها دواء موضعي لا يعالج الأزمة من جذورها أو محاولة لاقتسام المشكلة مع دول الجوار ولكن تلك قسمة ضيزة